أهلا بكم في ترند. حذرت مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية في تويتر من صفحة ذات طابع احتيالي على موقع فيسبوك تدار من خارج البحرين وتروج لمنحة وهمية الغرض منها استغلال أرقام هواتف المواطنين في أعمال دعائية وبرمجيات خبيثة. ونصحت الجرائم الإلكترونية المواطنين والمقيمين باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم التعامل مع أي روابط احتيالية أو رسائل مغرضة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر خط الطوارئ الخاص بالإدارة 992. متطوعو الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 منذ أن فتح لهم المجال أو مجال التطوع إلى اليوم، صغيرهم وكبيرهم أثبتوا جدارتهم في كل المجالات التطوعية، وأثبتوا بعد أن حب الوطن قول وفعل. نتابع الفيديو اللي نشرته وزارة الصحة عبر حسابها في إنستغرام عن جهود المتطوعين. الصغير والكبير وين ما كان لبى النداء، ضحى بروحه ووقته وكل ما يملك لحماية هالوطن. حب الوطن. يكفينا نظرة فابتسامة فسلامة، ترى احنا عاذرينكم، هو شعار الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة السعودية بالشراكة مع سابق، وتتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة عاذرينكم. وأوصت الوزارة في فيديو بثتها على تويتر باتباع أساليب جديدة للسلام وتحديداً على كبار السن، بحيث يتجنب المواطنون تقبيل الرأس واليد ويكون السلام بنظرة العين فقط. لا تحب راسي، لا تحب يدي، لا تحب خشمي، لا تقرب ولا تبعد، زي ما قالوا خلك بعيد حبك يزيد، لا تصافح يبا لا تصافح، لا تصافح ولو منحوك الذهب، سلم عليه بعينك وانت معذور، ترى المحبة ما يحبت راس، والمحبة يبا ترى محلها القلب. مسامحين مأجورين، أهم شيء السلامة. عاذرينكم 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 عاذرينكم. ذكرى ميلاد صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يصادف اليوم 16 يونيو 2020، وبهذه المناسبة احتفل الشعب الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي معايدين قائد الإنسانية بذكرى ميلاده، وقد دشن نشطاء تويتر في الكويت عدة هاشتاجات أبرزها هاشتاج بعنوان عيد ميلاد قايد الإنسانية وهاشتاج صباح الأحمد الصباح، متمنيين لسموه دوام الصحة وطول العمر. مشاهدينا، في ختام حلقة اليوم أقول شكراً من القلب لكل متطوع ومتطوعة في ساحة التحديات، كنتم وما زلتم للوطن خير محبين. نلقاكم باكر في أمان الله.